حمدا والسائل ومن أجل سلام كل العالم وراحته وحسن ثباتك لائس الله المقدسة ومن أجل خلاص أبائنا وإخوتنا الذين يعملون بنشاط ويخدمون بخوف الله ومعونتهم ومن أجل المقيمين والغائبين منهم والمنفردين ومن أجل شفاء الذين في الأمراض ومن أجل الذكر المضبوط والراحة نفوس المتوفين من أبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين هاهنا وفي كل مكان ومن أجل نجاة المأسورين ومن أجل جميع الذين يخدمون في هذا الدير المقدس لنقل من أجلهم يا رب 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 يا